ما على كيفك الا على كيفي. انت اصلا نصراويه. وش دخلك؟ نصراويه، اتحاديه، تعاونيه، اتفاقيه، بس اهم شيء انا اكبر منك. انت بنت والبنات ما يلعبون كوره. هذا كان في قديم الزمان، صرنا ندخل ملاعب. لو سمحت اعتذر. اعتذر ليش؟ ما هوشتك. لانك قلت انت بنت وانا ولد، ما في فرق بيننا، كلنا بشر، لا تميز. طيب انا اسف بس باخذ كوره. مو على كيفك. الا على كيفي. انت فقراويه، انت طاقيه، عيب عليك. لا تعصب، احترمني. اسف مو قصدي. وانا اسفه مو قصدي. اخذ غاص، ترى الحكم يسوي قرعه، بس هي مباراه لازم واحد يفوز، وهم يلعبون ترى باحترام، وحنا لازم نحترم بعض عشان ما يزعلون من اللاعبين، وهم يحتاجوننا، يحتاجون دعم وتشجيع، مو نزعل من بعض. يعني الحلقه الاخيره، الى متى انتم تهاوشون مع بعض؟ تراكم كبار لازم تحترمون بعض حتى لو كنتم غير. يلا يلا يلا، كل واحد مكانه.